أنا بعرف الزيارات هني مو محددة وبأيام معينة، أنت شلون تختصر المسائل؟ هذه زيارات خاصة وقصيرة، إذن من النيابة. استريح الحين. شلونك انتي؟ شو مسويه؟ ما ادري شو اقول لك يا فيصل، كنت متوقع بوجودي بالسجن ببعد عن المشاكل وببدا التفكير في اموري، لكن للاسف لقيت المشاكل وراي تطلع من عيوني. سلامت عيونك. عندي لك اخبار زينه. شينا لا فيصل ولا سلم عمرك، ما عندي قد الاخبار الشينه، كفايه ما حصل لي. خلاص اقول لك اياها مره ثانيه يكون افضل، لان الاخبار الشينه بالسجن مثل اليبل على القلب، وانا ما اتحمل. عيل خليني اقول لك خبر يريح القلب. شنو؟ خليني اقرا لك شيء جميل عجبني عن المرأة. اوكي باقي لك كم دقيقة. قول. لا شيء يذبح المرأة كزفافها إلى رجل ما وفي قلبها رجل آخر، ولا شيء يهين المرأة كمقارنات تعقد بينها وبين أخرى ظهرت في حياة من تحب، ولا شيء يرعب المرأة كإحساسها بأن حكايتها مؤقتة وإنها حتما مفارقة، ولا شيء يهزم المرأة كحنين النهار بعد اللقاء وحنين الليل بعد الفراق، ولا شيء يسرق عمر المرأة كانغماس سنواتها في حكاية بلا أمل، ولا شيء يطفئ المرأة كظلمة الفراق وليالي الفراق وحرقة الفراق. وهذه آخر شيء بشاير أبيك تركزين عليها عشان ما أطول عليك. ولا شيء يعيد مراهقة المرأة كحكاية حب مفاجئة في خريف العمر. كمل. خلصت فيصل، الكلام اللي قلته ينطبق علي؟ وينطبق على كل الحريم. انزين ايش معنى قلت لي ركزي على الجملة الأخيرة؟ لو سمحتوا انتهى وقت الزيارة. ولا شيء يعيد مراهقة المرأة كحكاية حب مفاجئة في خريف العمر. واضحة بشاير، قاعد يلمح لك. يعني ايش قصدك؟ أنا وصلت لخريف العمر؟ يكرهك يا الهبلة، لا تاخذي الكلمات بحرفيتها، والذكي يفهم. يعني انت بتفهميني وتشجعيني اني انا اتزوج اللي كان السبب بسجني؟ لا 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 الا كرامتي. لان اذا وصلتي لخريف العمر بيطيح شعرك وبتطيح اسنانك، وبعدين دوري على اللي بياخذك. صدقين بشاير، اكثر شيء يذبح الحب هو الكرامه. كل واحد يبي يثبت حق الثاني ان كرامته اعلى من الطرف الثاني، والخسران بالنهايه هو الحب. شلون ما تدري وين راح؟ وين كنتي؟ انا ما ادري، انا داخل المطبخ. روحي روحي. طلال، الظاهر ابوك ضاع مثل ذيك المره، خلنا نروح المخفر. احي معقوله خالتي توصينا عليه؟ يقوم يضيع من اول يوم.
مرة ثانية لازم نقفل عليهم الباب. أنا لازم أروح أشوفها قبل لا توصل خالتي وتصير قصة. الله يعيني هالليلة، شكلي أنا باكلها من كل صوب. الحين بيقولون حبيبة طفشته، والحمد لله أني كنت معاك. حبيبة أرجو تشوفي ندى وخذي بالك منها، ما فينا على المشاكل. تطمن حبيبي، ندى بالحفظ الصون. اصبر شوية هني، أبي أسأل المغفر بيتنا وين فيه؟ صراحة أنا وايد استانست إنك لبيت الدعوة وجيتي معي الغدا. عاد لا تكثر عزايمك قبل الزواج. أنت شدي حيلك، شدي حيلك وأنا حاضر، أنا مستعد. إلا بقولك محمود. شنو؟ تفضلي. إحنا وين راح نسكن قبل الزواج؟ مؤقتا عند اخوي. ليش يعني؟ اقصد يعني توقعت ان احنا ناخذ لنا شقه. ليش انت ما ارتحتي حق اهلي؟ لا بالعكس، اهلك طيبين وحبوبين، بس هذه اللي اسمها حبيبه ما ارتحت لها. الله يذكرك بالخير خالتي، قالتها الحريم يفهمون حق بعض. ما تحبين الكوسه؟ عصير طماط؟ اي ماما. انزين ايش اكلتي يا هذه؟ ما في اكل، كله زعلانة. زعلانة؟ بالطقاق اللي طقها. روحي شليها وديها دارها، من كثر ما اجابلها اخاف ولدي يطلع مثلها. يلا روحي. انت ايش قاعدة تسوين؟ جريها بالقوة، علامتش باردة. قومي.
خالتي ترى الماية. مو لازم، ناخذ تاكسي. انزين خالتي، ان شاء الله اللي صار ما يأثر على سفرتنا. ان شاء الله، قولي يا رب. يلا. صدقيني يا نو، انا ما املك ولا شيء بهالدنيا، لا بيت ولا عقار ولا حساب بالبنك. تبين الصدق؟ وضعي تبن. في مشكله اكبر يا بشاير، انت هي بعدش ما انتبهتي لها. شن هي؟ اذا طلعتي من السجن بالسلامه، ما في ريال راح يرضى يرتبط بوحده عندها سوابق. يعني إذا كنتي تفكرين تفتحين صفحة جديدة وتتزوجين فأنتي غلطانة. نوف، ليش تسدين أبوي الله يهداك؟ المجتمع هو اللي بيسدها أبويك، مو أنا. بالمنطق يا بشاير، ما في ريال راح يرضى يتزوج واحدة سمعتها بالحضيض. عشان كذي أقول لك، إذا فيصل كان صاج ويحبك أخذيه، لأنك ما راح تلاقين غيره. أنا بروح أشوف شيبتنا، أكيد بيطيح خشال اللي شافه. روحي داخل الجناط وبعدين روحي بيلي ماي. عساني ما أعدمك. أنا بنزل لهم، شكلهم وصلوا، ولا تيبين لهم طاري نبوي ضاع، فاهمة؟ الحمد لله لقيناه قبل لا يوصلون. على أمرك. مشكورة. زين ما تبيني أنزل معاك؟ لا يبلا، خليك هني، شكلهم جاهزين لك كلام قاسي. زين دافع عني، لا تخليهم يسبوني. تبين وصلت؟ لا باخذ تاكسي. ايش دعوة انا موجود تاخذين تاكسي؟ محمود ما بيك بعدين تاخذ فكرة عني. انا اخذ عنك فكرة، انت ملاك طاهر بقلبي. ارجوك محمود لا تحملني فوق طاقتي، انا ماني ملاك، انا انسان. احنا بشر لنا اخطائنا. زين زين فوق الزين بعد. ممكن تفهمني شو اللي صار يا طلال؟ قلت لك يا خالتي، ما ادري شلون صار هالشيء. اعطيني الحجز اشوف. تفضل. الدوحة بدون الهند غريبة. ممكن يكون موظف السفريات غلط واعطاني حجز ثاني. يعني تبي تقنعني يا طلال انك ما قريت الحجز يوم اخذت الاوراق؟ مي معقولة. وبعدين شو اللي خلاك تغير رايك وتخلي محمود هو يودينا المطار؟ يا خالتي يمكن انا ما قريت مثل ما تقولين، بس بعد معقول انتم ما انتبهتوا. واحنا ايش درانا؟ قلنا يمكن الطياره بتطب بقطر وبتروح ترانزيت الهند. على العموم حصل خير، يمكن الله مو راي. باكر ان شاء الله بغير لكم الحجز. هذه اكيد لعبه من العاب حبيبه. سلوى ارجوك لا تدخلين حبيبه طرف هالموضوع، ما نبي مشاكل. لا اكيد حبيبه، اكيد هي ماكو غيرها. معاكم حق، انا السبب. أنا ما قلت لك لا تطلعي من دارك. ما قدرت. إي خالتي أنا السبب. أنا اتصلت بالطيارة وهو بالجو وقلت له غير رحلتك من الهند لقطر، وأنا اللي سحبت الورق من يدين طلال بدون ما يدري وغيرت الحجز، وأنا اللي سحرتكم وما خليتكم تشوفون ورق الحجز قبل لا تركبون الطيارة. سامحيني، أنا متفقة مع الجني الأزرق عشان يصير كل هذا. حسبي الله ونعم. خالتي لا تدعين علي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. قولي آمين. أنا بموت وأعرف أنتي ليش ما تبيني ألقى بنتي؟
ليش ما تبين قلبي يبرد؟ ليش؟ بنتك ماتت وانت قاعدة تركضين ورا سراب. حبيبة امشي اطلعي فوق اشوف. والدنيا ما تنتظر، دايما شعارها اللي بعده. امشي معاي. تسوي فينا هالبنت هذا مو طبيعي. هذه مستحيل تكون إنسانة. أحسها معجونة بنار شياطين. بس الصراحة مقلب حلو. شلون قدرت تسويه؟ ما أدري. أنا بس بقدر أعيش عندهم خلاص. وقادرة أتحملها. صارت تخوف. تحسين وياها ملاك، تصرفاتها تصرفات شياطين. هيا لو أقول لك عنها سوالف راح تخافين أكثر. قولي شنو بعد؟ تذكرين نتالي اللي كانت تداوم عن طلال بالشركة؟ إيه أذكرها. مو هذه اللي طردتها حبيبة؟ بالضبط. تلاقيت وياها ذاك اليوم في السوق بالصدفة. المهم قاعد تعاتبني ليش اني كنت سبب في تفنيشها بسبب تحقيق النيابة. قعدت وياها واخذت تفاصيل دقيقة عن حياة حبيبة وقلت لها ليش قاعدة تسوي كذي. زين وشنو عرفتي؟ بقول لك بس لا تقولي حق احد. لقيت مصايب. عزيزة خلصيني قولي، ترى وترتيني. حبيبة يوم كان عمرها 6 سنين ذبحت اختها. شنو؟ شلون؟ أمها كانت تدلع أختها الصغيرة وايد، فغارت منها، قامت حطت المخدة على وجهها لما ماتت. معقولة عاد عزيزة؟ في أحد يسوي كذي؟ تي من صدجك؟ وشي طبيعي إن أمها تعاملها معاملة قاسية حق اللي صار. تخيل إيش سوت في أمها حق 3 سنين؟ شنو بعد؟ قولي. اتهمت أمها بالخيانة. تخيل إياها عمرها 9 سنين، تروح تقول حق أبوها في ريال غريب يدش بيتنا ويحضن أمي. طبعاً صارت مشاكل لا لها أول ولا تالي. تطلقت الأم وماتت بحسرتها. يقوم الأبو يتزوج مرتبه مثل السم. عاملت حبيبة بالعصا والعين الحمراء. والنتيجة هذا اللي تشوفينه، كل عقد الدنيا فيها. ويقول لك مرة حرقت بيت أبوها عشان تنتقم من مرت الأبو. يا ساتر يا ساتر، هذه شنو من آدمية؟ انت ليش ما علمتيني بكل هذا من الأول؟ انت ناقصة بروحك تكفيش مصايبك. هذه شيطان، هذه شيطان. يا رب تحفظنا يا رب، يا رب تبعدها عن دربنا يا رب. هلا هلا بنتي، انت شلونك؟ زهقانة يا عمي. يا ليت بنتك تقدر تسالف معاي. باكر بيش طفل وبيشغلك عن كل شيء. اقول ما علمتينا، ايش بسمينا؟ ولدي بسميه منصور على اسمك. ايه كفو على اسم يده. يلا صباح خير. تفضلي خال تستريحي. غصب عليك بستريح. قلبي وين شلة؟ سعاد ليش تكلم البنية كذي؟ منصور واللي سلمك لا تدخل. لا بتدخل. يا انت دورين النجدة دواره. ايش فيك على البنية انت؟ انت من صدقك تدافع عن هذه؟ ايه من صدقي. ها سمعي عاد رفعت صوتك عليها مرة ثانية. لا انت مرتي ولا عرفك. علشان كلمة قالها 3 ساعات وانتي عدى النونة خلاص عاد خالتي. هذه اول مرة يصرخ علي فيها، ما هي معوايدي.
ما عليه حبيبتي، هذا ريلك وانتي ادرى فيه، بس المهم انك انت تحبينه وهو يحبك. ممكن ما قال كلمه قصدها، السن لا احكام. اي والله صدقتي، الريال كبر وخرف. عاد تدرين كنت بقول لك خرف بس خفت تزعلين. لا لا، انا الحين زعلانه منه، سبي مثل ما تبي. صدق عيل شايب وعايب؟ لا عاد مو لهالدرجه، هذا منصور عين السي حبيبي هذا. بس ما ادري، انا صار لي مده قاعده في المطبخ، لا يدورني ولا يراضيني. والله انا خايف يطلقني ويسب حبيبي. الله لا يقول ان شاء الله. شوفي يا بنتي، نحن حاولنا نتفاهم يا ابوك، لكن للاسف كان يحاول يسد كل طرق التفاهم، والريال يبيك بالحلال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وأنا ما أشوف أي شيء يمنع هالزواج. شوفي يا بنتي، خلي الريال يحضر عندي وبنسأل عنه، وإذا الله راد إن شاء الله بنزوجكم لبعض. تصدق عمي، أنا لأني صريحة ما عندي أصدقاء، كل أصدقائي يتركوني بعد فترة، حتى أبوي اللي هو أبوي ما يسأل علي. لا لا يا بنيتي، كل شي عاد إلا الأبو، يقول لك ما تعرفين قيمة الملح لما تفقدينه، وقيمة الأبو إلى مات. أنا أبوي ما يحبني، كنت أكرهه يوم كان يدلع أمي ويدلع مرت أبوي، أنا كله كان يخانقني. أنا أبوي الله يرحمه كان يصبحني بطراقين ويمشيني بالسبتين بالعقال، بس ليش إني ما أروح أصلي وياه؟ لكن من أشوفه طحت على رأسه وحبيته لما صلى. عاد تصيروا مثلنا، إيه حنا كله كذي قبل. يلا عمي أخليك الحين. حياك الله يبا. أنا باشر مسافرة. وين على قطر؟ قول مبروك. خلاص القاضي وافق يزوجنا، بس لازم يشوفك ويتطمن عشان يملك علينا. صج أحلى خبر، أبو جدرة؟ أكيد بيدري. ليش كشرت؟ مو مستانس؟ مستانس، بس كنت بستانس أكثر لو أبو جدرة. أنا ما أبي الناس تتكلم عن سمعتك، إلا سمعتك. محمود لا تخرب علي فرحتي، عقب كل هالتعب تسمعني هالحكي؟ حسبي الله عليكم، حسبي الله عليكم يا الظلام اللي ما تخافوا من ربكم. طلال حبيبي، طلال تفضل. شوف ابيكم تعلموني من اللي مسوي بنتك ذي. منو هذا اللي ما في قلبه راح ما يسوي كذي؟ شنو هذا؟ لا تسال خدامه، اسال حبيبه. حبيبه، خلصنا من سالفة الطيارة والحين دخلتوني في سالفة التعذيب. طلال، إن ما علمتوني من أسوى بنتي كذي أنا بروح الشرطة. يا الله يا اللي ما تخافون ربكم، بنية مثل هاي تعذبونها؟ إحنا الحيوان نرحمها وانتم البني آدم تعذبونها. حسبي الله عليكم. أبيك تقولي لي سويتي في الندى والحين. طلال أنا ما يخصني، هي تمشي والدعم. حبيبة أقول إيش سويتي في أختي؟ طلال هد ايدي في بطني ولدك. طلع لدارك اشوف. طلع فوق باكر بتعرفون انكم ظلمتوني. ولا يهمك يا سعد، ولا يهمك، انا ان شاء الله الحين باخذ خديجه وبنيكم. يلا في مالا سود الله يهو. كذي يسوون في البنية؟ ها؟ خير؟ إيش فيه؟ إيش اللي صار؟ سعاد تبينا نمر عليها الحين. قومي قومي لبس عباتك وتعالي، أنا أنطرك في السيارة.
ابشر. حياك الله. يحييك. خير يا سعاد، ايش في؟ ابيكم تاخذون منصور وبنتي تودونهم عندكم مزرعه بعد ما لهم قاعده هنا. خير ان شاء الله. ايش صاير يا سعاد؟ قررنا انا وسلوى ان احنا نسافر الهند ندور بنتها، وما بيهم يقعدون هنا. ممكن بنتي تقعد عندك يا خديجه؟ بنتك في عيوني يا سعاد. طال عمرك البيت بيتها، بس انا عندي لك راي. انا اقول لازم ريالي يسافر وياكم، ما يصير تسافرون بروحكم، انتم مسافرين بلاد غربه. من يسافر ويانا يا جاسم؟ الكل تعذر. عفا عليك، انا مستعد اسافر وياكم. انت بتروح معاهم؟ اي بروح وياهم، حريم لازم واحد يروح وياهم. جزاك الله خير، والله بتفرجها علينا. والبنت ان شاء الله بتكون في بيته هناك عند خديجه، معززه ومكرمه. اختي ما راح تطلع من البيت. ايش فيكم تطلعوني كذي؟ ايش بيقولون الناس عني؟ هذه اختي وراح احطها بعيوني. سعاد، طلال هذا عنيد، اول ما تسافرين مني يقوم يروح يبي الشرطه ويشتكي على خديجه. انا اقول خليهم عنده، وخديجه كل كم من يوم تمر عليهم وتطمنك. زين انت بتسافر ويانا ولا غيرت رايك؟ لا فعليت، انا رايح ان شاء الله اجهز شنطتي. طيارتكم متى؟ صار طلعنا بيشك انت تهد اليهال ويا الخدمات يروحوا مدينه الملاهي وانت تروح لحداك. لانك حيليت قص على اليهال، بس عاد عند اليهال لو وعد منه تطيع من الدروفة من وديها المستشفى. صعب تسوي شراتك عمي. لا بس عاد ليش تروح الحداق وتتدد لي حد تجمع الخدمات وانت تروح الحداق؟ صار طوال سوالفك عمي. زين افرض احد واحده منهم طلعت من الدروفة من وديها المستشفى، زي ما انك انت تروح الحداق شغلتني انا اودي اروح وياهم. انا اودي ولا انت كان وديتهم السينما وانت رحت الحداق؟ احد رحت الحداق وتخليهم يروحون مدينه الملاهي ويا هذا اللي يسمون الخدمات. اولا عليك بس يه. ما تخاف على بناتك، ما تخاف على عليك. لا لا غلطان غلطان. سوالف ما يخالف. اي ما يخالف هذا يعني انا وش يروحون عليك ما توديهم ويا الخدمات توديهم مدينه الملاهي؟ لان المفروض انها واحده منهم ركبت الدرفه وطاحت. ابيك من وديها المستشفى؟ يبا ايش فيك؟ من تحاكي؟ من حاكي؟ ما حاكي احد؟ طبعا حضرتك عارف احكام العمر والسن، والولد وصل لمرحله عمريه حرجه. ايه بس هو ايش فيه؟ قصدي مريض بشنو؟ والله هو عنده تليف في الخلايا الدماغيه اللي هو الزهايمر. يعني هو صحيح احيانا ينسى اسامينا وساعات يضيع طريقه، بس اتصور ان حالته الحين اصعب لانه صار يحاكي روحه. عموما احنا نحطه يومين تحت الملاحظه بس عشان نطمن عليه، وان شاء الله خير. خالتي أقدر أتكلم معاك شوي؟ علشان خاطري لا تزعلين نفسك. الظاهر يا دوري أزعل ويا دورك تنصحيني.
قبل كنت تقولي لي إذا شفتي في أحد ضايق صدره أعطيه شوية سعادة. تبين سعادة؟ سلوى أنا حتيت جاسم حتى يسافر وياك. أنا سامحيني أنا شكلي ما رح أقدر أسافر معك. لا خالتي أرجوك أنا محتاجة لك، لا تتخلين عني، أنا بدونك ما رح أقدر أسافر. سلوى سامحيني أنا ظروفي وايد صعبة وانت شايفة الوضع. خالتي كلها يومين وبنرجع، تدرين شلون؟ خلي جاسم يجي ويانا، وإذا لا سمح الله صار ظرف وبنتأخر ولا شيء أنت ردي وجاسم يكمل معاي، إيش رأيك؟ يبا ايش عليك؟ ثلاث زيارات بالاسبوع واحنا زياره واحده وبالحسره؟ واي الحسد لاحقني بالسجن؟ كلها خمس دقائق زياره، حاسدتني عليهم؟ منهم؟ فيصل؟ ايه يعني اشتغلت الشفره بينكم؟ يمكن كل شيء جايز. منصور شلونك؟ ها؟ شلون؟ منصور تعرفني؟ حبيبتي تعوذي من الشيطان، الدكتور محرص ان احنا ما نحسسها بشيء. طولي بالك علشان خاطري، تعالي تعالي قيدي يمه، تعالي. فيك؟ أحد زعلك؟ يبا أنا طلال ولدك. تعال قاعد يمي. شلونك يبا؟ أنا زين الحمد لله. إيش تبون يعيني؟ منصور منصور أنا نظر أهلي، أنا مرتك سعاد، ما تذكرني؟ اشتبوا مني. عمي بنتك ندى تبي تشوفك، تعرفها؟ ايه اعرفها بنتي ندى حبيبة قلبي، وينها؟ وانا مرتك منصور، ما تذكرني؟ انا سعاد. ايش فيها تبكي هالمرة؟ يكون اللي عنده حالة مؤقتة، لا تسوينا بعمرك كذي. كاف تذكر ندى. تذكر ندى بس نسال يا سلوى، نسى عشرتنا، نسى العمر اللي قضيته معه.
فعليك يا خالتي بدل ما تبكين ادعي له، مو وقت عتب الحين ولا نبي نحسسه بأي شيء. وصلك الخبر عصام؟ ايش اللي قاعد يصير من ورا؟ فهمني. عشان تتنازل عن الشيكات انا تزوجتها، عشان كذي طلعت من السجن. يا سلام، انت تقص على منو؟ بشاير، موعد زياره قرب ينتهي. سامحيني يا بشاير، انا انقذتك اول ما شفتك، وانت بعد انقذتيني. اعتقد متعارفين. وهاي الدنيا تاخذ وتعطي. قاصة على عمرها، قاعدة تضيع وقتها على الفاضي. المسألة بيلها وقت، وندى متعودة على عمتي. الله لا يبلينا، من كثر ما جاب لندى أخاف البيبي مالي يطلع مثلها. بسم الله بسم الله. قوة خالتي. سلوى، شلون الوالد؟ كالعادة محمود، هاي ما عرفنا. الله يشافي. محمود، ايش فيهم؟ حتى السلام ما سلموا. صدمني يا نوف، تزوج اللي مشتكي عليه بالشيكات. تصوري تزوجها قبل موضوع الشيكات ولا بعد ما تنازلت عن القضية؟ ترى يفرق. ايش قصدك؟ إذا كان متزوجها قبل موضوع الشيكات فهذه لعبة لعبوها عليك. معقولة ينوف؟ ما أدري، يمكن. أنت ليش ما سألتي؟ تبقى مصيبة. يعني أنا دخلت السجن عشان يقتني عصام مع ميسون؟ هاي القهر نوف،
وانا قلبي شاب ضو، شلون طلعت غبية كذي؟ شلون؟ عزيزة ماني عارفة شو اسوي، مستحية من خالتي سعاد وايد، باكر سفرتنا وهي للحين ما وقفت بجي، انا خايفة انها تهونها موضوع السفرة بكبرها. والله هي ما تنلام، ترى هذا زوجها اللي عايشة معها اكثر من 45 سنة. يعني انت برايك ما فاتحة بموضوع السفر كلش؟ انا شوف كذي مو حلوة سلوى، صدقيني. استغفر الله يا ربي، انا ما ادري ليش حظي كذي، احس اني منحوسة، انا ما اقدر اجل اكثر من كذي، قاعد احسبها بالساعات والدقايق. الصراحة ما ادري ايش اقول لك يا سلوى، بس اتوقعي ان ردة فعلها راح تكون عنيفة اذا فتحتي لها الموضوع. ترى خالتي سعاد زوجها كل شيء بحياتها. حياة سلوى، حياة. خالتي عزيزة حابة تسلم عليك، تعال. الله يصبرك يا خالتي، انتي ما شاء الله عليك إنسانة مؤمنة وراضية، ورضيتي بندى بكل ما فيها. يعني معقولة الحين بتعترضين على اللي صار لعمي منصور؟ الله ولا اعترف، بس انا حاسه كنا صخره قاعده على قلبي. سلامه قلبك يا الغاليه، ما علي حبيبتي، ان شاء الله كل شيء بيهون بيرجع مثل ما كان واحسن. لا يا سلوى، اللي يروح ما يرجع، انا خايفه من باكر. لا يا خالتي لا تقولين كذي، بالعكس اخذيني انا عندك اقرب مثال. هذا انا صار لي شهور فاقده بنتي وما ادري وينها، بس ما فقدت الامل. انا كل يوم يا خالتي قاعده امني نفسي اني القاها، وعندي امل برب العالمين ما راح يخيب ظني. ونعم بالله، احنا متى سفرتنا باكر؟ ان شاء الله باكر المساء، بس انا اشوف ان الوقت مو مناسب، يعني لو تأجلون سفركم بيكون أحسن. اللي تشوفوني أنا جنطتي زهب. الحمد لله يا رب، الله فرجها علينا وسخر خالتي لنا. ما شاء الله عليها، خالتي سعاد مرة وايد قوية، أنا ما أدري شلون قاعدة تتحمل كل اللي قاعد يصير، صايرة وحليلها أم الكل. أنتوا أهم شيء يدعو لها أنه الله يفرج عليها ويعطيها الصحة، لأن صدق صايرة مظلة البيت. الله يطول بعمرها إن شاء الله. المهم باكر أنت اللي بتودينا المطار ماشي؟ إن شاء الله، بس سمعيني ما وصيك، أبيك توخرين على حبيبة الليلة، أخاف تسوي لنا شيء ويخترب كل اللي خططنا له. Thank you.
انت ايش عندك هني؟ ايش جايبك غرفتي؟ تعالي يا امي، ابيك بموضوع. تطمني كل شيء بمكانه. انت شنو تبين مني بالضبط؟ ابي هالغرفه حق ولدي، وابيك تحطيني في بالك اول ما ترجعين من السفر تشوفي لك مكان ثاني. تطمني اول ما برجع ان شاء الله ما راح تشوفي رقتوي. الله يطمنك. شوفي سلوى، انا واضحه وما احب اللف والدوران. انتي انسانه غير مرغوب فيها عندي وعند حبيبي طلال، وانا ابي اعيش بسلام. باكر بصير ام، خليني اربي ولدي بجو نظيف. وبعدين انا اول مره اشوف وحده تطلقت ولازقه بطليقها. انتي ما عندك اهل؟ مو مقتنع انك تتزوج بهالطريقه. هذه الطريقه الوحيده اللي لقيناها، ومحكمه اعطتني موعد لباكر علشان نخلص المساله. طلال انا طالبك شاهد، مو تدفع لي مهر. الطريقه هذه غلط. شلون تتزوج البنت دون رضا اهلها؟ وين عايش انت؟ الشرع يحميها والمحكمه وياها، وهي مطلقه. بعدين هي مو صغيره عشان ينقص عليها. اسف محمود، انا ما اقدر اشهد على عقد الزواج هذا. ترضى هالشي يصير لاختك؟ جميلة، نعم ايش عندك عادل؟ ادق عليك يطلع لي مقطوع، شكلك غيرتي الرقم. اي غيرت رقمي. زين اعطيني الجديد. اسفه يا عادل، شوف لك وحده ثانيه غيري. ما اقدر، القلب ما يهوى، مو على كيفي. عادل اتركني لحالي، مو حلوة تشوه صورتي قدام خلق الله. تقصدين قدام القلب؟ تطمني محمود داخل. عن إذنك. جميلة عيب تتركيني وأنا ما كملت كلامي. أختك اتصلت فيني وقالت لي إنك رافعة قضية على أبوك، تبغين تتزوجين بالقوة؟ زين شنو يهمك في الموضوع؟ والله إذا السالفة كذي أنا أولى من محمود. إذا السالفة ما فيها مهر يكسر الظهر ولا شروط تعجيزية من الوالد، خلاص أنا موافق أخذك. آسفة، راح أتزوج محمود لأنه يحبني أكثر منك. صحيح يحبك، بس أنا حبيتك رغم كل عيوبك. ومحمود لو درب هالعيوب راح يتحول حبه إلى كره. فكري زين ولا تخربين حياتك.
خالتي خالتي سعاد، وين راحت؟ خالتي 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 بسم الله شفيك خالتي الله يهديك بس وقفتي قلبي خفت عليك لا اله الا الله اتوني غاطه حمان اخوش حل تخافين علي الخوف كلمه شويه عليك خالتي ما قصرتي بعد عمري ما دام تخافين علي وتحبيني روحي بالها ريوق خضخبتني ليه ما شبعت ان شاء الله من عيوني خالتي سلوى يما بيش توديني المنصور لا تنسين محمود ابي اقول لك شيء مهم وابيك تسمعني زين احنا اليوم رايحين المحكمه نملج لا يكون غيرتي رايك لا ما غيرت رايي بس في واحد كان متقدم لي ولما سمع ان المحكمه هي اللي بتزوجني ظهر مرة ثانية وقال لي أنا أولى من غيري منو هذا؟ مو مهم المهم أنك تصر على موقفك وما تتخلى عني لأي ظرف أكيد حبيبتي مستحيل حتى لو قال لك أي شيء يشوه صورتي قدامك لا تصدقه ما راح أصدقه مستحيل الحمد لله ريحتني الله يريحك انت لازم تثق فيني ثقة عمياء انت كنتي مغرورة وعندك ثقة بالنفس كبيرة زيادة عن اللزوم يمكن مو يمكن الا اكيد لما تخافين على نتائج تصرفاتك هاي ثقة بالنفس ولما تخافين التعاملين مع ضبابية البشر هاي ثقة بالنفس ولما تتجنبين المخادعين هاي ثقة بالنفس لكن لما تسلمين رقبتك للبشر هذا غباء وهبالة ها خلصت حصة الفلسفة ايه ما في حصة نكت امبلا عندي نكتة جديدة سمعي يقولش في واحد اول مرة يدخل السجن اول ما دخل كان يقوم واحد يوقف عند باب الزنزانة ويصارخ 27 كان يضحكون كل اللي بالعنبر قام الثاني وقف عند باب الزنزانة كان يصارخ 25 استغرب راح حق واحد شيبة قال له شنو موضوعهم قاعدين يضحكون على الأرقام كان يقول له اسمع احنا مسجونين هني من زمان عشان كذي قمنا نختصر الوقت ونقول رقم النكتة ونضحك كان يقوم هالصبي ويقول 5 ما حد ضحك رد للشيبة قال له ما ضحكوا قال له المشكلة مو بالنكتة المشكلة شلون تقول النكتة ما ضحك بس معك حق شلون تقولها صدق انك حقيرة مشكورة جزاك الله ألف خير
اعطوني بطاقات الهوية اشوف. تفضل يا حضرة القاضي. قبلت المهر يا بنتي 500 دينار. إيه يا حضرة القاضي. وألف دينار مؤخر الصداق. نعم يا حضرة القاضي. سجل المبالغ عندك وأعطني وثيقة الزواج عشان أوقع. مبروك. ماكو بوس. تستاهل، مع اني مو مقتنع، بس الله يعينك على اللي بيك. ما كل الخير ان شاء الله. زين متى شهر العسل؟ يا ليت، بصراحه ما في فلوس، راس مالنا اجازه من دوامه بس. زين متى بتسوون حفله وطقطقه؟ ما في كل هذا، زواجنا ناشف. اللي يهمني الحين وين نقعد. انت قاعد تلمح انك تقعد هني، قول لا تستحي. تقريبا. لا، روح دور لك شقة احسن، انا بيتي مو فندق. حبيبة، انت تعرفين ليش انا طلقت سلوى؟ لانك حبيتني. وفي سبب ثاني بعد، لأنها رفضت أن أخوي محمود يقعد عندي هني بالبيت. ها، يعني قصدك أسكت وانتعم عشان ما تطلقني مثلها. طلال، إيش فيك؟ سمو بالرحمن، ليش تكبرون المسائل؟ مو كبيرة، صغيرة وأنا أخوك، ويا ليت حبيبة تخليها صغيرة. كيفكم؟ خلي مرته تعيش عندي، بس باكر لا تشتكي مني. أنا بروح أرتاح، ظهري عورني. يا بعد عمري، والله إني خايفة من هالسوسة تسوي فيها شيء. يما حبيبتي حطي بالك على روحك، كان زين تفهميني وتسمعين. سلوى أنا خايفة، خايفة أنها تسوي فيها شيء. ما كل العافية إن شاء الله يا خالتي. يلا حبيبتي قومي، أكيد أنت بتمرين بعد على عمي منصور. يلا يما يا حبيبتي، يلا ما أنت الله يما. صدقيني يا سلوى، أنا متأكدة إنها حاسة إني ببتعد عنها. خالتي سلم عمرك، يلا ما بقى شيء، بتطير الطيارة عنا. أمانة الله يا بنيتي. خلاص خالتي رايحين؟ ان شاء الله يما. يلا دير بالكم عن نفسكم. سلوى دير بالك على خالتي سعاد. ان شاء الله. الا على طاري زواجك، يعلم مبارك وسعيد ان شاء الله. كان ودي احضره معاك، بس يلا ان شاء الله نحضر بالولد ونفرح كلنا. وانت يما
سلم على بشاير وقول لها تسامحني على القصور. أكيد بتسامحك، أنت راعية واجب، وبعدين أول ما توصلون طمنونا. خالتي تبني أوديكم المطار؟ هذا إذا بنروح قطر تودينا المطار. يما حط بالك على بنتي. قصدك أختي الغالية. وسلم على حبيبي. يوصل إن شاء الله، مع السلامة. يلا يما. سلوى، مع السلامة. الله يسلمك. يلا. لو سمحت روحي معانا وكلانا زوجتي. شلونك يا نظر عيني؟ منين جايين؟ جايين من البيت. تذكرتني؟ عمي شلونك؟ شلون صحتك؟ أنا بنام. منصور أنا مسافرة اليوم، حاجني واللي يسلمك. مسافرة؟ زين حافظك الله. خالتي شنو اتفقنا؟ شوي شوي عليه. منصور أنا رايحة طريق بين يدين الله، ما أدري أرد ولا لا. تذكرني يا ابن الحلال، لا تخليني أموت بحسرتي. منصور طالعني واللي سلم، حط عيني بعينك وتذكر. سعاد شلونك؟ وينهم تأخروا؟ يوسف ما يحتاج أوصيك، هلا هلا في أمك، اسمع كلامها زين، لا تلعوزها. وبعدين كل يوم أبيكم تمرون على ندى وعمك مرصور، تزورونهم كل يوم إن شاء الله. يا الوالد حاضرين التامر أمر فعاليك. ها أكم وصلوا؟ سموحة يا أخوي عسى ما بطينا عليك. أهم شيء إن الطيارة ما تطير عنا. لا إن شاء الله ما تطير. يلا يا سلوى طمنيني عليك أول بأول. إن شاء الله ديري بالك على نفسك. يوسف يما واللي يسلمك أبيك تحط بالك على عمك وأختك ندى. إن شاء الله خالتي من عيوني. يوسف قول بارك الله فيك، هات الشرط من السيارة داخل والحقنا إن شاء الله. يلا يا جماعة تفضل. ما صدق صار لك ساعة ساكت عني، هل كثر التلفزيون شاغلك ولا زعلانة مني؟ لا حبيبي أنت في حد يزعل منك؟ بالعكس وايد كبرت بعيني يوم دافعت عن أخوك. الحمد لله أنك اقتنعتي. أنا بروح عند ندى، حرام قاعدة طول الوقت بروحها بدارها. زين تسوين حبيبتي، لأن خالتي سعاد موصلتني عليها. بشري ايش قال أبوك عن زواجك؟ ولا شيء، قالي من اليوم تشيلين قشك وتطلعين من البيت، لا انت بنتي ولا انا أبوك. صدق هذا؟ وليش كريج؟ ليش ما يحبك؟ بيني وبينك أنا بعد ما أحس إنه أبوي.
ولا هو حاس بعد اني انا بنته، يعني ما تفرق. تدرين شلون؟ شيلي اغراضك تعالي بيتنا. واخوك ما عنده مشكله؟ اخوي ما عنده ولا مشكله، بالعكس اخوي قاعد يقول بيت بيتكم. جميله سامحيني، انا بصراحه كنت اتمنى يعني اقعدش مكان بروحك، بس شايفه الظروف. عادي، انا راضي اعيش معك حتى لو بخراب. خراب بعد؟ تتجسس علي صح؟ تتجسس عليك؟ شنو المناسبة؟ قلت يمكن قاعدة تأذي أختي، خلني أتأكد بنفسي. لا قلت ولا فكرت، خلي الخدامة تبات عندها وانت قوم تعشي معاي. يلا هو محمود. هلا طلاب، ما في اخبار عن الجماعه اللي بالهند؟ يعني 5 ساعات ويوصلوا. وانت ليش قاعد تحسب الساعات؟ في راسك شيء؟ حبيبه ممكن تعليق بسيط؟ اي تفضل. تدري شنو مشكلتك؟ انك ما تصفي النيه مع احد. طلال سامع اخوك؟ استقوى علي من شجعته. شفت شلون؟ ما صفيت النيه معي. تصبحون على خير. طلال ما سمعت أخوك؟ ليش ساكت؟ سمعته. يعني ما قلت شيء. يا بنت الحلال، هذا معرس جديد، لا تعكري مزاجه، خليه يفرح. زين، ليش كنت تعد الوقت متى بيوصلون؟ ماكو فايدة؟ بتسوين لي براسك؟ الحمد لله مقتنعة. وطبعاً الزوج المغفل ما يدري شو السالفة. زهور انتهى الموضوع، ولا تحاولين تخربين اكثر من اللي سويتي. انا من باكر طالعه من هالبيت وتركت لك الحلال كله، بس ارجوكم تركوني في حالي. والله ابوي طيب مخلي وحده نفسك تفضحنا وتفضح العائله. ما في انسان في هالدنيا ما يغلط، وكان قاعده اصلح غلطتي، لكن انتم مصرين تخلوني الشماعه. وسنين قاعده اقول لكم هالكلام بس ماكو فايده، مو راضي تسامحوني. جميلة، البيت بيتك، وفي غرفة فوق يم غرفة سلوى، اخذيها حبيبة، اخذيها الغرفة. بس بغيت اطمن على ندى بالاول. غرفتها هناك، تعالي معي. مو ناقص غير تقولي شيلي الشنطة. يا بنت الحلال ايش قلت الحين انا؟ الو، هلا خالتي، الحمد لله على سلامتكم، طمنينا شلون كانت الرحله؟ ندى بخير الحمد لله، حتى محمود وجميله عندها في الغرفه. اي وابوي بعد مريت عليه بخير ونعمه. لازم تتعلمين، ما يصير. لا مسكي عدل. ايه
هاي هاي هاي، شنو هذا اللي قاعدة تسوينه في البنت؟ لا تخافين، هذا جزء من التدريب، يبي له شوية عناد وقوة على ما الشخص يتعلم شلون يتواصل مع الآخرين. بس لو درت سعاد بتزعل، ما تحب حد يسوي في بنتها جذي. لا تخافين، أنا عارفة شنو قاعدة أسوي ومتمرسة في شغلي، بس نطري شوي بتشوفين النتائج. كيفك؟ بس عاد تحملي الحكي اللي بيك. لازم تتعلمي. عدي. لازم بس العفو دكتور، ممكن ناخذ الوالد معانا؟ والله يفضل النهارده انه يفضل معانا، بس ان شاء الله بكره ممكن تاخذه، بس اهم شيء ملاحظه ومتابعه. عفا عليك دكتور، بنحطه بعيوننا مو بس نلاحظه. اكيد ان شاء الله اكيد، بس اهم شيء في التعامل معه يكون بحذر، لا تعاملوش كانه طفل لان ده ممكن يجيب نتيجه عكسيه. مشكور يا دكتور. عفوا، اعذرك. شكرا. يبا احنا رايحين، تبي شيء؟ وين رايحين؟ قعدوا. رايحين البيت يبا، باكر ان شاء الله امرك وناخذك معي. مروني؟ وين بتودوني؟ بنروح البيت يبا، البيت بعدين يبا. بارك لي، انا تزوجت. زين بالمبارك، من انت؟ يبا انا محمود ولدك. زين الله يوفقك. يلا طلعوا وسكوا الباب وراكم، انا بنام برتاح شوي. يلا. أنا ما قلت كذابة، بس بصراحة تبالغين شوي. لا ما بالغ، أقول لك أنا شفت جميلة وهي تعامل أختك بعنف. الحين أنت بس فضى عليك البيت، ما لقيتي غير جميلة. أنا قلت إنك ما بتصدقني، عشان كذي أنا صورتها بتليفوني وهي ما تدري. هاك شوف. خلي تليفونك عندك ولا تشيشيني على المرة، بعدين هذول توهم متزوجين، مو زين نضايقهم. على راحتك، بس متأكدة لو انا سويت هالشي كان بهدلتني وصرخت علي. صدقيني يا بنت الناس، ترى جميله خوش بنيه. اتمنى، بس بعدنا ما عرفناها زين، خلنا نشوف بعدين نحكم. عاندتني شوي، بس اوعدك اسبوع او اسبوعين بتشوف تطور كبير في تصرفاتها. وحبيبه شفتيها؟ اي عادي. زين تحذر منها، لا تدخلك مشاكل. أمرك يا زوجي العزيز. تصدق محمود، أنا حس إن حياتي بدأت تتغير للأحسن، وأوعدك إنك راح ترتاح معي طول العمر. تزوجت جميلة؟ شفيك مستغربة، ما توقعت هالشيء راح يفرحك. كيف أفرح لك؟ أخوي. وبعدين أنا قلت بهالحركة راح أرفع راسك قدامك، لأن أدري إن خذت واحدة على ذوقك، وأنا أدري إن أختي ما تماشي إلا ذويقات. تستاهل يا أخوي، تستاهل. مشاير، أنت شكلك مو مرتاحة، ترى أنا حافظك عدل، قولي لي جميلة فيها شيء. لا 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 تقول كذي، الله يسر على البنت. مشاير جميلة فيها شيء؟ سلم على كل من يسأل عني. Thank you.
جميلة، بشاير أول ما درت إن تزوجتك قامت تبكي، في شيء بينكم؟ لا، إيش بيكون يعني؟ ليش تبكي؟ يعني واحدة قاعدة في السجن، أكيد نفسيتها تعبانة، أو يمكن كان ودها تكون معنا بهالمناسبة السعيدة. أقول محمود، أنت ما راح تطلعني نتغدى مع بعض؟ ترى أنا عروس. زين تفضلي. وناخذ معنا ندى. لا يبا، بصراحة نبي نرتاح. لو سمحت محمود، أنا لازم آخذ ندى معاي، لأن هذا جزء من العلاج. اللي تشوفينه. حبيبة، حبيبة، هلا حبيبي. أنت وقعتي بعض الأوراق من غير ما أعرف؟ إيه، زدت معاشات الموظفين 5%. من غير ما تقولي لي يا حبيبة. آخ، هالحمل تعبني. اي حبيبي، شنو كنت تقول؟ ما علمتك؟ اي نعم، كان المفروض تعلميني قبل لا تسوين اي شيء. اي مو انا صايرة المديرة الحين؟ ليش مستغرب؟ بس تصرفك هذا يرهق الميزانية، ايش فيك انتي؟ وبعدين قرار مثل هذا المفروض اخذ علم فيه. حبيبي لا تقعد تصارخ علي كأني ياهل، وبعدين انا سويت هالشيء لاني انظر للبعيد. بعد كان المفروض اعرف عنه. هذا انت عرفت، خلني اروح الحين، عندي لك مفاجآت، بس انطر شوي. حبيبة، ايش رايك تستقيلين وتقعدين في البيت؟ مو احسن؟ وراك حمال وولاده. لا تخليني انهي خدماتك طلال، ما احب الموظف المزعج. ليش زعلانة؟ إن شاء الله رايلها مطلقها ولا خسرت في البورصة؟